مرحبكم حيثما وحيثات مطابلتنا ساعة أخبار تامم هلا أرس أخبار. رئيس الصومالي أمثل وزراء خارجية إريتريا وإثيوبيا هاد كام الدنيا يتامع لها حسب أدي تذكرت وراتات دبلوماسية قبيل للتلالم دمستورا من سلطتوكم سلت كرة حبرام حلف نيتو لعبة تدريب عسكري إقلي دا أمامام حمام إيبولا حا أتمراقبة أتام رئيس جمهورية صوماليا محمد عبد الله دي بيوم عصر 7 أكتوبر وزير خارجية إريتريا السيد عثمان صالح ووزير خارجية فدرالية ديمقراطية جمهورية إثيوبيا دكتور وركن هجبيو دي بمقاديشو تهلا ديوان حكومة ندت كبتها تقام سلوم ألا زيارة الله كفار نايلة دي بمنطقتنا بعامة فنغ إريتريا وإثيوبيا وصوماليا يعني فنتيت التطور تمثل هلية علاقة دبلوماسية ومعاونة تكم سلومة أباس أسلام يرحت سلس لدولة دي بيوم 5 سبتمبر سنة 2018 لفرمو أواج حبر معاونة شاملة لقب قومات وزيارة برامجاتهم وزير عثمان صالح ووزير وركنا قبيه ومثل رئيس جمهورية صوماليا محمد عبد الله محمد رئيس وزراء حسن علي خير ووزير خارجية أحمد عيسى عودة دي بالو دولقة دي بتورط علاقة نايلة فنقا سلسلة دولة دي بكل مجالات وهرار نايلة دي باقتصاد سياسة وأمن عواميد لا كمكم أواج أسمر أحوال هاد قوة قل سلام مسكوبة ومتقدم منطقة غرب أفريقيا أقلشكو قلدهم أبدقمان أكدهم حقول ألقى دي بلا فقرة شرح حبر حكومة فدرالية جمهورية صوماليا دي بمجالات اقتصاد وأمن تكم سلومة عملية سياسة سجلتها لليت عبوت نحمدو تأييد دولهم وحكوماتهم قل فدرالية جمهورية صوماليا وشعب صومال أكدو لا وزراء بتوساك حشمة سيادة حد وحدة مدر حرية سياسة ناي لا سلس لدولة اند أكدو إريتريا وإثيوبيا مطور شعب صوماليا وأمير حتو اند بطريا أقل حياة صومال دي بلغ بجهد حد قدرة كم سلوديا لبنتو مدالي أكدو الدنقو بهي الدنيا مجتمع لا فدرالية حكومة صوماليا تودي لليت ناي أتحد صوت جهد أقل الاسندو كلهم سب شركات دي بك أبت لهلو دي بخارج هيني قل سلام ومسكوبة صوماليا قل لخدمة لاك وكليتهم لا وزراء مغادشو التلاتو التوقت رئيس وزراء فدرالية جمهورية صوماليا حسن على خير ووزير خارجية العد السيد أحمد عيسى عود لابتهم وكلام سب سلطة كبتهم الدنيا تعمل حسب أدي وقص بدرجة تغليم قاش بركة دي بمعصر 5 أكتوبر دي بإدارة دوائح فانكو تذكرت التا حسب أدي دمانة عافيتة بلت بالصغرات لتسرق لبرنامج مسؤول مكتب وزارة خارجية دي بمديرية مسؤول مكتب وزارة عافية دي بمديرية سني دكتور هينوك تكي دي بالهبي شرح عافية مجتمع أقل تتأكد لقب جهد بل مشاركة وفهم شعب وسب منة عافية أقل تعودكم سلي قدر نحبرة ندافة دوار بعامة متنفع مسترحات حسب أدييني بفنتيت أقل لعبة لقب أتفاز عوت لتتهيب محاضرات في قريت سنة تتركب منكم سلي تحبرام مسؤول ندافة دوار غليم قاش بركة سيد عبدو يعقوب كلهم ناي دافعوت أبصر وحسب أدي مجتمع كم عادات قل لا سبقوا لتقدمكم سلطان حوالا بلهيني دي بقروب ودوار نظافة لتصنع فهم دي بلعبكم سلمتا وبنقاس نظافة للعد حمامات دي بلوحتكم سلقيسة شرحام مدير عام فرع خدمات اجتماعية تغليم قاش بركة سيد فرانكو كوبابا أبجاتو رحوا ودوارو أبا نظافة لتصبت مجتمع من لتفنات حمامات عديو لبوتا مقترات مدافعات وكل سبت قبي شعب دي بأدمونت نظافة بفزاعة قل شاركت فانام لكن دي بنتو دي بمدينة كرن دي بمعصر 6 أكتوبر معايا الأساسة كيوان نظافة قبات مسؤول فرع وزارة عافية تقليم عن سبا دكتور كاسات برهان سلومون بسبت لبرنامج وهدفه قل إيرينا طلها بها حبره أبا نظافة لبز حمامات منو قل أن تحنكم سلن قدر نظافة ما قدم لالي على حمامات حز لترأسبتها لا لا برامج أهمية عبايكم سلتو شرحام دكتور كاسيتا ديب دنقوبا شعب دوارو وشاعتشوت لا تتفارقتو ماي لا تثبت أكاناتكم سلوما أبلها لا لتهيبو ناموسيات بواجب أقل لتنفع بو أتفاق دام
دب إمارات جمهورية قبلت سودان وكويت لا نبرو إرترين فهمهم حضرت حالة وطن لا وكل ومرحلة لا طلب واجوات لا ودح سمينارات ودودي بلو متنزام محبرتنا وردان سهد إرتريا فرع جرمانية ناي سر سنة شغلوك أيامام بس أصلا بس حتى أن حبر سفير إرتريا دي بإمارات سيد عثمان محمد عمر أقل إرترين سكان ودبو أدوارات تلو دي سمينار آتي أمالها لنا مرحلة سلامة فرسمود وكهالات شعب وحكومة إرتريا كم سلطان حبرا أقل حفزت لي بلاد فناتا مجالات بلغ سدايت أقل تترشد مشاركة وفزعت مواطنين كم سلطات حز الشرحان حدب بشبه مسؤول قضية سفارة إرتريا دي بكويت السيد حمد يحيى حالي إرترين سكان كويت هيرار عملية سلام إرتريا وإثيوبيا تلا منطقة دبا منطقة كاستوتل هليت أبكات وشراكة معاونة حقولا والدحام أتلا مرحلة لا أبتحت وحدات شعب وحكومة قل زياد ما تقدم أبلت وقالت قد التلالات فاقدام لكن دي بنتو سفير إرتريا دي جمهورية قبلة سودان سيد يوانس تخلى ميكائيل دي بيوم عصر وأربع أكتوبر قل إرترين شبان سبت أهداف مبادئ ناي تنظيم وسياسة بقعة جبهة الشعبية قل ديمقراطية وعدالة لتركب عوتيتات وتحديات حادر أتا كم سلوما حركة شبابات جبت شعبية قل ديمقراطية وعدالة لوضح سمينار ودام متنزام جبت شعبية قل ديمقراطية وعدالة لقبأ وبعد قوات اجتماعية دي بطورات وحدة وطن أسبوعات وطنية قبلات وطن لقب عداوات دي بأفشلوت تكم سلوما أتأفزعوت متنزام إرترين وأدقوبوتو دور ميرحاي كم سل قدم حبر سفير يوهانس نايدونقو هدفنا لاتو بنا دولة قدمت وطورت أقل لتحقق أبا لتدك أبا تقبيكم سلك أدنو شرحا بجهات بعدات متنزا محبروطن أولد أنسات إرتريا فرع جرمن دي بيوم عصر سلس وعصر واربع أكتوبر دي فرانكفورت نايسر سنة تقييما سرق الأيام اللي توكاي العصر وحتى أقسام لا حد رأيته اجتماع لا تأتنا ولا تسرق الأوراتات أبا مجاوب فقريتو وأدمعوتو لتقيم دي بها لام دي بمتوكد أبسبت لا لسرق الهدق كم سلك أبا أمور هلام دي بمديرة شعب عبوط ومشاركة دي بتعليم للعنقف قارات قلت شنك جهد حبر قلت دكب بسبت هيرار تعليم ومشاركة للعنقف لهلا قارات قلت هدق مثل شعب دي بلا قبا اجتماع مطفاق دي كمسل قدمات شرحام مسؤول مدارس مديرية شعب استاذ موسى محمد دي بلا اسمع كلمة حكومة لا تساوى أبكات تعليم قل تركب دي بكل دوارات مدارس تأدالك مسألة الليل مناتا بسبب منابرت سبك وسقم دي بقالة دقيت انباتت الدقوت كمسألة الترأي ومشاركة ما كمال تحزة كمسألة يكون شرحام منابرت سبك وسقم أقد سبب مدهار فقريت ومشاركة تكم سلومة أتكارم درسة قبل كمسألة لاند شرحاي لا مشكلة قل تغلل دور لا خصصهم مجتمع بعامة والدين هين ابفنتي تقل تيزيد تلاكام مسؤول خدمات اجتماعية دي بمديرية السيد جابر محمد نور بجهته فقريت لها لقبت أتفاز عطنا يوم عامة انباتت مدارس مثلنا إلى حلفة وقت دي بتترى الحيسة من ما تقبي دي بلد تحزة درجة أسك اللي تبتح لكن جيت حبركم سلا تحزة أبرهام مشتركة بجهتهم تعليم أساس كل عبوط مجتمع كم سلتو عند فهمو أجنيتهم تنفعتنا إلى كسوت قلوم لها لأبكات قلوك بهم تكم سلوما بسبب منابرت سبك وسقم دي بإنباتت لترى لها لأدقوت قلسنا قلت تقدم كم قلقتم كم سلتو مأكدوم دي بمديرية شعب من روضات أسكا لأي درجة لدرسة عصر وسلس مدرسة هالأيام مديرية ابن حيلي من 37 مدرسة لمزو مدراء مشرفين ومدرسين لشاركة وطو دي بعد قبط عملية دريس وأدرسوت لركزة محبر قومات دي بيوم 9 أكتوبر قبام مسؤول خدمات تعليم دي با مديرية ممهر مريح كيروس دي با اسمع كلمة كل مدرسين بعامة مدرسين ما أنبتايت وروداتين فنتي دي با تسبطوت أساس ووجهوت درسة أقل خدمو أدفع غدام بغاعتهم متجاقرت وبأخلاقياتهم مثل سنة ثلاثهم درسة دي بأفريوت مدرسين دور ميرحاي قل قدموا مهنتهم لا تعرف فعمت مسؤولية كمسلتان لحبرا مدرسين أمرهم وقدرتهم بواجب دي بدرسة قل حالفو من قدامهم مدالاي قل ليدو أطفاء قدام مدير مديرية ابن حيلة السيد أبراهام مكونا نبجاتو أقل مدرسين أردية طافحة شغل أقل تهلي والدين وإدارة دوايح حد قدرتهم دورهم كمسل قدمها لون حبرا
لا حمقيا مدارس سبب حمقان اند تفرغا اقلت سايحه دراسه تقلتك باتم فانا مشتركه هيني من اقد اسباب ضعف دراسه متابعه والدين حوانيت كم سلطان ده شرحو دور والدين عمليه الدريس وادرسو تقل لعبه اتفازعو تقل لك باتكم سلومه حدان افصول ومسترحات لبن مدارس اقلت شقه للبن اراء قدمون حيسام حيسات مطابلتنا حقول لما تعديت اخبار خارج مرحبا بكم فنطوي لكم منظمه مجلس كاندي بقضيه سوريا عندما قدم لها هلا ستيفن ديميستورا لما ورح نوفمبر من سلطتكم سلت كر حبرام لا فنطوي لك اللي شرح لي لا هبا سبعي حولو دور لها هلا مشاكل سوريا حل اقل ركب قبل صنحاء الدنيا وانا منطقه جد فقريتكم سلي تركبت منو دي بالت هذا قلت لها هلا ينتم بلين ستيفن ديميستورا لا قد سيتثبت يركبت قل لك باكم سالقدر محللين لا فمام زيادة 4 سنة دي بقضية سوريا لشقاء ديميستورا سلطته قل لحدق لقرارة بسبب قل لحدق لقرارة بأسباب بتفاصيل إشارحاني قدم الله وكايل منظمة مجلس قران دي بقضية سوريا عند قبول لشقوة ودى الجزائر الأخضر إبراهيمي ووضقانا كوفي عنان من سلطتهم نوسم كم سلط كرو تقارير الحبرون سوريا لقب متأطلت خارجية مشاكل العد قل اللي بالح لقب جهد لحبالك كم سلها لا لتهدق صانحتم اتورح مار سنة كل الف وعصر حتى بلق انسا ولا تلالها لا دقش سوريا حد 400,000 نفر كم سلط قتلوا وملايين كم سلط شعتروا وتلالت امر مثل روسيا ليت فاهمة حلف قبل أتلانتيك ناتو حقوا حرب برود من لودي وراتات عسكرية لعبة تدريب أقليدة أمام الثلاث مات عصر وحمس أكتوبر ديب أرد إسلاند للأنبت وسامنوتات لتصنح تدريب من 3 دولة لما توزياد 4,000 عساكر قل شاركو كم سلق أدرو وقم هلام اللينا أرد جو وبحر لكم كم تدريب عسكري روسيا دي بحلفة وقت قروب حقوا لوديتو 300,000 عساكر لا شاركتتو تدريب قبل لام بلياني قال روسيا بليس قالها بالأمامة قال لك باكم سأل قدر محللين عسكرية شرحون قضية جيش الناتو لا تدريب عسكري مقدرة لحلف قال لمزنكم سأل قدر ما تأمرام روسيا وناتو أبا قضية يوكرين ومصالح سياسة جيوغرافية دي باكي مقرحكم سأل الله تقارير لفهمهم ديب ديمقراطية جمهورية كونغو سودو في لها حمام إيبولا حام مراقبة تحنت مراقبة آتكم سلالة الدنيا فرهت عافية لا خلق كم سل إيكون الدنيا منظمة عافية ديب معصر 7 أكتوبر أتأمرت لا حمام حن مراقبة قلو عن قبل هلا جهد تتابع لها ليت تتابع لها ليت لجنة نايلة منظمة ديب لا أفكرت وشرح لا حمام ديب أقوار دول أقل للعيك كم سل قدر حبرت متابعة النقابة التو أسك سرت لجهد قل أتلالك مسلطو فمتليت أبا من حلفة ورح أوغست دي بحديث أو بحديث لا تريت عديو الحمام متوى 3 وسع نفر كم سلموتو تقارير لحبرون إيبولا السنة 1906 دي بديمقراطية جمهورية كونغو حقولة ترام دي بعد دي بلات فنات أو كاد تقدم كسار كبدت كم سل أجرا وتعد عصر دول كم سل صادفة تقارير لفهمهم تلو وكد اللي عصر من مئة من عام شعب عالم دي بدبر كم سل نبر زياد 700 مليون هي درار لا ليهم أقل لشكو كم سل يقدرو أمين عام منظمة مجلس كران أتأمرام مستر أنطونيو غوتاريش اللي للشرحة بمناسبة يوم 16 أكتوبر الدنيا يتامع دبر دي بمدينة نيويورك دي بهلا مكتب مركزي نايلة منظمة دي بلقبت ذكرتهم أمين عام منظمة مجلس كران بتوساك دبر قل لتشنك لي قدر ناي طبيعة زهرته مبزحو وكد فقريت إيرات حريان المجتمع على سببه كم سلتون تحبرا أقول كله أكل حد أبكات للهيب مكايد قل لهالي أقل تقدم كم سلت حزاف أمام اللي قل لك بقى ناي تعليم عافية دحان اجتماعية أبكات مجتمع للعبي عقل متطبع كم سلات حزة أمين عام منظمة مجلس كران أنطونيو غوتيريز بتوساك شرحام دي بعدنا الدنيا تامع لأسرطوت دبر مثل الدنيا تامع لنبرة عند توسكا
مصداراتنا دوان مستقبلنا اسك سنه كل 1030 سفر على عالم قتهله لتقدر بتبل صقرات بدرجه وطن دي بمبادره تلقبا برنامج كم سال ذكرت للت امرتم كاقدم حسام وحسات مطابلتنا قبل ساعات لا دليام عن اخبار دي بالله تمام لينا